بنشكر الكابتن حمدي نوح نجم المقاولين السابق اللي اختصنا في برنامج الاشبال بهذا التقرير، وربنا يا رب يديله الصحه الكابتن حمدي نوح. واحنا بنتكلم عن مباراه بكره وبنوجه رسائل لاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي، معايا تليفون مهم من نجم كبير من نجوم الاهلي السابقين، وانا شايفه من وجهه نظري كمان من اهم لاعيبه الكوره اللي جم في تاريخ كره القدم المصريه، كابتن محمد بركات. كابتن بركات، ازيك يا اسامه؟ ازيك يا كابتن بركات، اخبارك ايه؟ اخبارك يا حبيبي، وحشني كتير. وانت والله كتير مختفي، انت عن الساحه الرياضيه بقالك فتره. والله انا بظهر بس في الوقت المناسب. ودايما بتكون انت في الوقت المناسب، والنهارده بنشكرك طبعا انك انت موجود معانا يعني في برنامج الاشبال عبر شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن محمد بركات، وانت احد نجوم النادي الاهلي السابقين، وحققت بطولات ما شاء الله لا حصر لها للنادي الاهلي مع الجيل اللي كنت موجود فيه. طبعا اكيد برضو كان في اوقات صعبه، بكره النادي الاهلي في مباراه صعبه لكن يعني مش مستحيله، رسالتك ايه بكره للاعبي النادي الاهلي يا كابتن بركات؟ والله طبعا احنا بنقول للعيبه احنا في موقف صعب، وانتوا اللي حطيتوا نفسكم وحطيتونا في الموقف الصعب دوت، وبكره انتوا مطالبين ان انتوا تبقوا تثبتوا ان انتوا رجاله، وان انتوا زي ما حطيتوا نفسكم في الموقف الصعب دوت، انتوا اللي قادرين بامكانياتكم بمهاراتكم باساميكم ان انتوا تدافعوا على النادي الاهلي وتقدروا تخرجوا نفسكم من الموقف اللي انتوا حطيتوا نفسكم فيه. تمام. يعني بعدين خد بالك يا اسامه دلوقتي من حاجه مهمه دلوقتي، يعني احنا دلوقتي احنا بنتكلم على ان اللعيبه المفروض بكره عندها مهمه. انا ما بتكلمش يا اسامه في 6-0. انا ما بتكلمش في 6-0 خالص. تمام. ما بتكلمش، انا بقول لك انزل العب، خلي الماتش يمشي واللي رايده ربنا يكون، بس انت العب لان انت امكانياتك ما قدرتش تعبر عنها الماتش الاولاني. تمام. بقيت انت يعني في الملعب ما فيش اي رد فعل، وده كان حاجه غريبه، بس بنقول يا اسامه ان اليوم دوت بيحصل. بيحصل، ممكن كل 20 30 سنه ممكن تشوف حاجه غريبه من الحاجات دي، ولكن ما في مواقف صعبه كتير بتعدي منها. انت مطالب تجيب 6، بس انا ما بطالبكش ان انت تجيب 6، انا بطالبك ان انت تقدم نفسك وتدافع عن ناديك، وان تقول ان الخساره اللي حصلت في جنوب افريقيا دي يعني خساره عمرها ما هتتكرر، عابره، يعني يوم اللعيبه والجهاز الفني كان خارج نطاق الخدمه خالص خالص خالص، كان يعني هو اليوم ده للنسيان يعني ما حدش، يعني صعب ان انت تفتكر، لان احنا كلنا كاهلاويه قعدنا نتفرج على الماتش بعد الجون الرابع والخامس، ابتدينا لا، في ناس ابتدت تدمع وناس ابتدت تعيط لانها مش مصدقه اللي بتشوفه ده. تمام. انزل العب، اعمل مباراه كبيره، ما تديش فرصه للفريق اللي قدامك. الفريق اللي قدامك جاب فيك 5 اجوات، انت ايه المشكله حتى لو جبت فيه 5؟ ومع ذلك ارجع تاني اقول لك، انا ما بتكلمش في 5 و6. تمام. انا بكلمك اعمل ماتش كبير. قول للناس، قول لجمهورك اللي زعلان منك، اللي متاثر منك، وخد بالك برضو يا اسامه انت بتلعب في النادي الاهلي، لازم اللعيبه تبقى فاهمه النادي الاهلي ده مقدره تيشيرت النادي الاهلي بالظبط. النادي الاهلي دوت انت وراك ملايين بيشجعوك، لازم انت مطالب دايما في كل ماتش في كل بطوله ان الناس دي تبقى راضيه عنك. وانت احنا عارفين يا اسامه، هو احنا يعني احنا لعبنا قبل كده، هو احنا ما كناش بنخسر؟ لا كنا بنخسر، ودي كان معايا الكابتن وائل جمعه، واحنا كنا بنخسر بطوله او بنخسر مباراه وانت خارج من الملعب كانت الجماهير بتحيي كل لاعب، شايفه ان اللعيبه ادت اللي عليها، كل لعيب قاتل في الملعب. هي الفكره يا اسامه، انت الناس بتزعل منك. انت ما يعني النادي الاهلي ما اتعملش عشان يكسب طول عمره، ولكن ان انت تبقى بتلعب بروح بقلب، مقدر التيشيرت، مقدر جمهورك، وعايز جمهورك يبقى راضي عنك، عشان انت لعيب في النادي الاهلي، انت بتمشي في الشارع الناس كلها بتتلم حواليك، الناس كلها بتتصور معاك، الناس كلها بتعمل لك، كل الناس بتشاور عليك. ده النادي الاهلي، انت ده لعيب النادي الاهلي. تمام. انت قصاد كده انت بتقدم ايه؟ لازم تخليه راضي عنك. تمام. دلوقتي انت في موقف الجمهور مش راضي عنك. خلي الجمهور يبقى راضي عنك بس. تمام. انا مش يعني خلي الناس تقول لك ده عمل اللي عليه. بعد مزبوط. كده مكسب وخساره، الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها بتاعت ربنا. طب انا عايز رساله منك بقى كابتن بركات برضو لجمهور النادي الاهلي، خاصه ان انت كنت احد يعني اللاعبين المشاركين في مباراه الاتحاد الليبي، خسرنا هناك في ليبيا 2 ولعبنا في مصر وكسبنا 3، وكانت الفوز تاخر يعني للشوط الثاني،
فمن الوارد بكره برضو ممكن ان شاء الله يعني الفوز يتاخر، لكن برضو يعني عايز رساله من نجم كبير كابتن محمد بركات لجماهير النادي الاهلي هتكون موجوده بكره في استاد برج العرب. والله بص يا اسامه، يعني موضوع اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، يعني ده انا مش مستني اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، لان هو انا عارف جمهور النادي الاهلي كلنا عارفينه وحافظينه، وهتشوف الجمهور بكره هيبقى عامل ازاي، وهتلاقي الجمهور بيشجع ازاي، لان هم ده الوقود بتاعنا. احنا كنا بنلعب وكنا بنشوف، وكنا من اول التسخين لما كنا نبقى ننزل نسخن وتلاقي جمهور النادي الاهلي من التسخين وبينده على لعيب كل لعيب معمول له اغنيه، وتلاقي نفسك عايز الماتش الحكم يصفر عشان تبدا الماتش. الجمهور هيبقى موجود وهيشجعنا وهيبقى صبر علينا. وخد بالك يعني لا قدر الله ما يعني عملت اعمل ماتش كبير، يعني اعمل ماتش كبير وخليهم راضيين عنك، هتلاقيه من المباراه اللي بعدها هتلاقي الجمهور جاي لك والجمهور مقدرك. وخد بالك انت بعد كده لسه انت بتنافس على دوري، فانت محتاج جمهورك يبقى في ظهرك، فانت علشان تحتاج جمهورك في المنطقه الخطيره اللي في الاخر اللي انت بتحسب فيها الدوري، فجمهورك لازم يبقى راضي عنك. راضي عنك ازاي؟ ان انت تلعب بكره، ان انت تلعب بامكانياتك، تلعب بثقه، تلعب بشخصيه، واهم حاجه حط تحت الشخصيه دي يا اسامه. تمام، اتفق معاك فيها مليون المية دي. الشخصيه للاعيب الكوره يا جماعه مهمه جدا في الملعب، ازاي انا اقدر اتعامل مع الظروف الصعبه؟ ازاي انا ما يبقاش عندي الضغوط دي كلها؟ انا لو نازل عندي ضغط خلاص رجلي هتتكلبش، فكري هيقف، لا هعرف افكر، لا هقدر اجري، لا هقدر العب، ولا هطلع اي حاجه من الامكانيات اللي موجوده. تمام. فالشخصيه الشخصيه الشخصيه يا جماعه، والعبوا كوره وما تخافوش من حاجه، والعب يا سيدي مباراه كبيره. تمام. واكسب 1-0 حتى، ايه المشكله؟ وممكن تبقى مباراه للتاريخ كمان، يعني لو كل واحد دخل بالمفهوم ده. انت بتكلمني دلوقتي في الاتحاد الليبي. لو مش الاتحاد الليبي، احنا كنا لو تفتكر الملعب المالي 3-0 خسرانين 1-0 وبعدين جينا هنا الشوط الاولاني قاموا جايبين كمان فينا جول. نزلنا الشوط الثاني كان لازم نجيب 3 اجوان، نزل ابو تريكه وكانت درجه حرارته 40، جاب لنا 3 اجوان. تمام. فكل حاجه كل حاجه، بص الكوره فيها كل حاجه يا اسامه، بس ما تفكرش، ما تخليش اللعيبه نازله ان هي عايزه تجيب 5 و6 اهداف، لا، انزل اللعيب هو نازل يلعب كوره، نازل يغير الصوره اللي حصلت الماتش الاولاني، وسيب الماتش يمشي، وفي الاخر بنقول لك الكوره فيها كل حاجه، بس كده. تمام. وانت بتتكلم عن بطوله الدوري يا كابتن بركات، يعني تصدر النادي الاهلي بالامس امبارح ممكن يكون حافز برضه في مباراه بكره صن داونز؟ طبعا من امبارح بقول الكلام ده. طبعا يعني طبعا ان انت يعني يحصل الموقف ده، وان انت تبقى دايما بعيد في الدوري وبتيجي من ورا لحد ما توصل مركز تاني وتفضل تاني تتصدر مثلا يوم، والزمالك تاني يوم يلعب فيكسب، فانما يحصل التصدر وتتعادل الماتشات ما بينك وما بين الزمالك في الاسبوع وفي الفتره دي، يعني ده مؤشر وحافز للعيب ان انا ايه خلاص بقيت متصدر. ده طبعا يفرق طبعا اكيد مع اللعيبه معنويا، ولكن يبقى 90 دقيقة في أرض الملعب بكرة يا أسامة، إن اللعيبة دي تثبت إن إحنا لا إحنا لعيبة في النادي الأهلي، بس كده. أكيد رسائل مهمة من نجم كبير كابتن محمد بركات، شكرا جزيلا كابتن محمد بركات نجم الأهلي السابق، أكيد يعني نصايح ورسائل مهمة من نجم كبير كابتن محمد بركات،